ومع ذلك ومع الأسف الشديد نشهد تجاهل إعلامي للأحداث هناك. نعم فلسطين تستحق كل التغطية الإعلامية نظرا للكم الكبير من المجازر وأيضا المحن العظيمة التي تواجه الشعب الفلسطيني، لكن أهلنا في السودان يواجهون أيضا محنة عظيمة ومع ذلك هناك تجاهل إعلامي. لماذا تعلق؟ يعني هذا أمر مؤسف جدا، وهذا أحد الأسباب طبعا اللي دعتني إلى الانخراط في المعركة وفي المشهد الإعلامي دفاعا عن البلد، بلد الذي أحب، وأن البلد في منا في محنة. يعني تعرف الحكيم اللي سئل عن أحب أولاده إليه، قال يعني المسافر حتى يعود، المريض حتى يشفى، والصغير حتى يكبر. إذا كان البلد في محنة فهذا واجبنا. وأنا حزين، يعني تعرف أنه السودان حتى من ناحية إسلامية وكان نقطة تواصل بين العرب وأفارقة، والإسلام دخل إلى أفريقيا في عديد من الدول المحيطة بالسودان من خلال السودان، من خلال الطرق الصوفية، من خلال التجار. أنا طبعا تعرف كان مع أيضا في الجامعة كان السودان يقدم منح، كان معي زملاء دراسة من أفريقيا، أنا تحدث من عن كينيا، تحدث عن تنزانيا، كان لي صديق محبب كينيا أيضا وكان عاشق لكرة القدم، كان كينيا زمان عند منتخبات وفرق، كان من تنزانيا من تشاد، كان هناك على فكرة طلاب أيضا في الجامعة، ما خلتنا الذاكرة، كان أتذكر جيدا أصدقائي من كينيا، من تشاد، من الصومال، من أريتريا، طبعا الصومال بلد عربي مسلم، من أريتريا كان هناك، ومن أثيوبيا كان، يعني في المحيط بالسودان كان هناك طلاب من كل هذه الدول. تعرف جامعة أفريقيا العالمية اللي كان أحد مؤسسيها المفكر حسن مكي، على فكرة حسن مكي من صباح منذ سنة قال إنه حمدتي انتهى سياسيا، وقال دجلو انتهى سياسيا ولا مستقبل لهم في السودان. هو مفكر وعبقري للأسف لا يعرف كثيرون، لكن أحد المفكرين كبار الإسلاميين في السودان وفي أفريقيا في العالم العربي الإسلامي، حسن مكي اللي أسس جامعة أفريقيا العالمية اللي أصلا من اسمها يعني جامعة أفريقيا كانت تضم عدد كبير من الطلاب الأفارقة. يعني السودان كان نقطة تواصل مع الدول الأفريقية. تعرف في الإنجليز كانوا يسموا جامعة خرطوم هارت أوف أفريقيا، كان فيها طلاب على فكرة من اليمن أيضا في جامعة خرطوم، من أفريقيا، من نيجيريا، كان يأتوا للدراسة في جامعة الخرطوم ثم جامعة أفريقيا ثم التواصل من قبل الصوفيين والتجار. أنا أستغرب هذا للأسف، يعني هذا الصمت لا يليق بدور السودان وما يقدم السودان باحتضانه وبمساهماته في القضاء. يعني تعرف نحن أيام جامعة ظهرنا مراء، كنا نتظاهر من أجل مانديلا، من أجل طبعا القضايا العربية، من أجل العراق، من أجل اليمن، من أجل الصومال، حتى من أجل القضايا الآسيوية، كل القضايا العادلة كنا نتظاهر من أجلها في الخرطوم. يعني السودان طبعا وحضوره في القضايا العربية، استضافته المؤتمر الشهير، مؤتمر اللات الثلاث، اللي كان أيضا محمد أحمد محجوب رئيس الوزراء وهو كان ديمقراطي منتخب. السودان اللي استضاف القمة العربية اللات الثلاث هو كان السودان الديمقراطي. ثم الدور حتى مع التحفظ على الجنرال النميري والاستبداد، الدور اللي مارسوا في نهاية حرب أيلول في إخراج الشهيد ياسر عرفات من الأردن، السودان كانت حاضرة في قوات الردع العربية، كانت طوال الوقت في المصالحة بين فتح وحماس في القضية الفلسطينية، في استضافة القوات الفلسطينية بعد 82 في الحفاظ على القضية الفلسطينية من التجذي أو التصفية. السودان لعب دور كبير في القضايا العربية والإسلامية. وأنا أستغرب، يعني هذا الصمت معيب ومغزي، يعني حتى تعرف في البيت زوجته وأولاد يقولوا يستغربوا هذا الصمت، يقولوا نحن أيضا كسودانيين وبلدنا الثاني يجب أن نساهم بدورنا في هذه المعركة، لا يجب السكوت على ما يجري في السودان والقضية السودانية العادلة اللي بدأت قبل حرب غزة. ولا يمكن الحديث عن مصطلحات أنه هناك طرفي صراع أو هناك حرب أهلية، هناك تمرد يجب إنهاءه من أجل الحفاظ على البلد. أنا أستغرب هذا الصمت، وأنا أحييكم وأشجعكم على الاهتمام بالقضايا السودانية ورفع الصوت عاليا لدعم الشرعية في السودان، دعم الشعب السوداني. الله يبارك فيك، واجب علينا، غير مبرر وغير مقبول، يجب أن نكون كلنا بدورنا، كل على الثغر الموجود فيه من أجل القضية السودانية اللي هي قضاء عليه، من أجل السودان الحبيب اللي يديه بيضاء تجاهنا جميعا. يعني